هتروح لمداخلة مهمة جدا 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 مع الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد المؤقت. يا دكتور مساء الخير على حضرتك. أهلا وسهلا كابتن الأمير، وشكرا جدا على المداخلة وعلى التأنيس. اهلا وسهلا بحضرتك. يا ريت يا جماعه توضحوا لي صوت الدكتور. يا دكتور طبعا في البدايه عايز ابارك لك على تولي هذه المسؤوليه الهامه جدا والصعبه في نفس الوقت. بالتالي عايز اتكلم مع حضرتك عن اهداف اللجنه خلال الفتره القادمه فيما يتعلق باداره شؤون اتحاد الكره. الو معاك يا دكتور، سامعني؟ معلش انا سايب بس على طريق التجربه كده، ف يعني انا بشكر حضرتك طبعا على التهنئه وبتمنى دايما لحضرتك التوفيق وبتمنى العرض يكون صعب زي ما حضرتك بتقول، لكن ان شاء الله احنا يعني ربنا يوفقنا ان شاء الله ويكون عندي حسن ظن يعني الجماهير العموميه والمهتمين بالرياضه في كره القدم المصريه وجماهير الكره المصريه والمسؤولين في الدوله، وان شاء الله نقدر كل الاستحقاقات المطلوبه مننا في خلال الفتره دي ان شاء الله نقدر نوفيها ان شاء الله على اكمل وجه ان شاء الله. طيب اهم الملفات واسرع الملفات اللي هيتم مناقشتها خلال الفتره اللي جايه بالنسبه لاتحاد الكره بعد تولي المسؤوليه رسميا يا دكتور؟ في ملفات يعني فعلا هي ملفات عاجله جدا. الملف الاولاني هو قرض تعديل لائحه النظام الاساسي للاتحاد ويعقبها ان شاء الله الانتخابات بتاعه الاتحاد، دول ملفين رئيسيين. في ملفات محليه زي الملف الخاص بتعيين تشكيل الجهاز الفني للمنتخب القومي. تمام. ده ملف من الملفات المهمه جدا عشان عندنا ارتباطات دوليه، وطبعا التوجه العام ان احنا يكون الجهاز مصري، ده في ضوء التاريخ السابق اللي هو فعلا الانجازات كلها كانت على ايد المصريين ما عدا 86 بس كانت على يد مدير فني اجنبي. في نفس الوقت في بعض الحاجات الخاصه بتأهيل المدربين واعداد وتأهيل المدربين، الرخصه اللي توقفت فتره زمنيه طويله لابد ان يعاد تأهيلها. في بعض الحاجات المرتبطه بترشيد الانقاذ من الاتحاد لابد ان احنا نهتم بيها، يعني ترشيد الانقاذ مش شرط يكون من اتجاه الاتحاد ولكن حتى من اتجاه الانديه الاعضاء الاتحاد. انت عارف حضرتك دلوقتي ان لو حد عايز من اسوان ولا عايز من مرسى مطروح ولا من سينا يشتري عقد ب 100 جنيه عقد واحد في الاتحاد كره القدم، المركزيه دي مش مطلوبه، لابد انه تفعيل بالتالي دور المناطق، والمناطق كلها دور كبير جدا في المساهمه في الاقتصاد بكره القدم على مستوى مصر. في نفس الوقت موضوع الاهتمام بالبراعم والناشئين مهم جدا، ازاي ان احنا نهتم بالقاعده الاساسيه. ويمكن عايز اقول لحضرتك حاجه، يمكن التكاليف الباهظه اللي كان بيتكلفها المديرين الفنيين الاجانب اللي احنا ما استفدناش منهم حاجه. الفرق ما بينه وبين التكلفه للاجهزه الفنيه المصريه ممكن تطور قطاع الناشئين في مصر بصفه كبيره جدا يعني. تمام. دي برضه من الملفات شيء مهم في الحقيقه. مهمه جدا يعني. طيب. مهم جدا ان انا عايز اكد على حاجه مهمه جدا للاعضاء الجمعيه العموميه، ان التواصل ما بين اللجنه والاعضاء الجمعيه العموميه مش ممكن اللجنه تنجح لوحدها، لازم تنجح من خلال التواصل مع الجمعيه العموميه. اكيد. بحيث ان احنا طبعا طلبات الجمعيه العموميه والاهداف الخاصه العامه، مش الاهداف الخاصه، الاهداف العامه لكره القدم المصريه هي اللي هتبقى المعيار الاساسي، لكن كل ده مغلف بحاجه اساسيه وباطنه حاجه اساسيه، انه العدل والشفافيه والمصلحه العامه تتغلب على مصالح ده الاهم في الحقيقه الافراد. طبعا ده شيء مهم جدا. هل تم التواصل خلاص مع الاعضاء الجمعيه العموميه ولا لسه انتوا لسه متولين المسؤوليه النهارده بالتحديد؟ لا ان شاء الله احنا لسه يعني متولين المسؤوليه، لكن انا شخصيا عارف ان انا حضرتك لغايه امبارح اعتبر احد رؤساء الانديه الشعبيه واحد من اعضاء الجمعيه العموميه، ان انا متواصل مع الجمعيه العموميه على كل المستويات بتاعتها من زمان، يعني من فتره زمنيه طويله جدا. طول حياتي بتواصل مع الجمعيه العموميه، وبالتالي احنا بنسعى ان شاء الله قريب جدا ان يكون في لقاء ما بين اللجنه وما بين اعضاء الجمعيه العموميه لمناقشه كافه المشاكل، وسويا ان شاء الله نقدر نحل كل المشاكل، وفي نفس الوقت مش مشاكل بس، لا الرؤيه للتطوير وده اهم، الرؤيه للتطوير ونسمع الافكار، والافكار الجيده اللي هي فعلا تخدم كره القدم المصريه. كلنا ان شاء الله هنسعى
ان احنا نأديها ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. طيب اهم السلبيات بما ان حضرتك لحد امبارح كنت عضو في الجمعيه العموميه، اهم السلبيات اللي انت كنت شايفها ايه وهتحاول سريعا انك تعدلها في اداره شؤون التعليم؟ اسوأ السلبيات اللي كانت موجوده عدم انتظام المسابقات، عدم وجود لوائح ثابته، على كل نادي عارف نفسه هيصعب هيهبط ازاي. اللوائح دي وانا كتبني بها شخصيا، لان انا صرت استاذ اداره رياضيه، ان انا اهتم بصفه شخصيه ازاي تبقى في لوائح ثابته واللوائح محطوطه من بدايه الموسم لغايه نهايه الموسم، المسابقات انتظام المسابقات، لان مش ممكن يكون في مدير فني هيقدر يشتغل بالظبط وهو مش عارف نفسه بدايه الموسم امتى ونهايه الموسم امتى، وبعدين بيحصل ضرر للانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك والمصري والاسماعيلي والمقاصه وبيراميدز اللي هم بيشاركوا البطولات الافريقيه، وبالتالي الانديه دي لما بتتاثر طبيعي بتاثر على المنتخب القومي المصري. فمن هنا لازم فعلا الناحيه العلميه تكون في فتره اعداد ما بين 3 لـ 4 شهور لازم نوفرها للفرقه عشان تعملها، وفي نفس الوقت لابد ان يكون في مرحله انتقاليه اللاعب بيريح والمدرب بيريح ومجلس الاداره بيريح عشان يبدا يستعد للموسم الجديد ويحاسب على الموسم اللي فات. كل الكلام ده لابد انه يتم من خلال اجنده مصريه موضوعه في ضوء الاجنده الخاصه بالاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي. طيب كيف ترى ازمه التحكيم المصري يا دكتور، واحنا عانينا منها او الكره المصريه خلال الفتره اللي فاتت عانت منها من ضمن ازاي هيتم تطوير هذا الملف او هذا عندنا مواهب كبيره جدا على مستوى مصر. تمام. والمواهب دي لابد من الحكام لابد ان احنا نطلقها، ولابد ان يكون عندنا في اعضاء لجان الحكام ممثلين لقطاعات مصر المختلفه، بحيث ان احنا ازاي نهتم بعدد كبير من الحكام الصغيرين اللي هم عندهم مهمات وقدرات شخصيه وفنيه في نفس الوقت ان يقدروا يديروا الدوري المصري في المرحله اللي جايه. فلابد ان احنا ندعمهم طبعا تدعيم كبير جدا جدا جدا، ندعم الحكام المصريين واي حكم من الحكام اللي فعلا الواعدين واللي عنده موهبه وعنده قدرات احنا ان شاء الله هنزكيه ونساعده عن طريق لجنه الحكام ان شاء الله للوصول بالعالميه لاطول لاكثر من عدد من الحكام المصريين ان شاء الله. ان شاء الله، لان ده ملف في الحقيقه مهم جدا، والكره المصريه بشكل عام عانت من مستوى التحكيم السيء خلال الموسم المنقضي. عايز اسال حضرتك برضو سؤالين مهمين، موعد الاعلان عن مدير فني جديد لمنتخب مصر وموعد قرعه بطوله الدوري هيكون امتى؟ ان شاء الله يعني احنا هنجتمع قريب حضرتك ومجرد الاجتماع القريب ان شاء الله في ملفات اللي انا قلت لحضرتك هنحط طبعا في اولويات عندنا في الملفات في في قرارات لازم تتاخد بشكل سريع زي ملف المدير الفني للمنتخب، لكن في ملفات اوريدي هتاخد وقتها اللي هتحتاج منظمه ومحتاجه دراسه ومحتاجه للاطلاع على المواقف الدوليه والاطلاع على القوانين. حضرتك اطلعت على اللائحه النهارده بالتحديد صح؟ نعم. حضرتك اطلعت على اللائحه النهارده؟ لا اللائحه ده انا دارسها وبدرسها للطلاب مش لسه اطلع عليها. لا انا قصدي على اللي موجود في اتحاد الكره بما ان حضرتك كنت متواجد النهارده في اتحاد الكره يعني. حافظها تماما واشرفت على كويس، ده شيء كويس. الدكتوراه ناقشت اللوائح والقوانين دي كثيره جدا، فمش لسه اطلع على اللائحه. انا فاهم، بس انا قصدي بما ان حضرتك كنت متواجد في اتحاد الكره النهارده فاهم الامور اللي ممكن تكون. لا النهارده كانت موضوع اللي انا كنت بطلع على لوائح المسابقات وعلى لوائح لجان الحكام وعلى اللوائح اللي هي خاصه بانظمه المسابقات عشان نشوف الحاجات اللي هي بتعاني منها الجمعيه العموميه ندرسها او نجهزها للعرض على المجلس الاداري ان شاء الله. موعد اول اجتماع هل تم تحديده ولا هيكون قريب؟ ان شاء الله على الاسبوع القادم ان شاء الله. الاسبوع القادم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور جمال محمد علي نائب رئيس مجلس اداره اتحاد الكره.